بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، لا نظمي مشتركات القرآن إمامي أبياري رحمة خيري لبيت قيشت مانا وشي الصمم 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 واتا كري ها خوي يقول فرمي صم بكم عمي. صم يعني كرن، كري كري بيوتري صمم بعربيش دلي فقد الحاسة، فقد الحاسة باشا. بابين بزانم لقرآن بيروس آية وشي الصمم من بيني آية هموي يق معنى أبخش يعني أمش لفظي شي مشتركة، لفظي شي كلينية بيقومان لألفاظي مشتركة نق لفظي شي كلي بيت دفرمي. قال الناظم وأينما صمم يأتي فعن سمع القرآن إلا في الإسراء فما اشتهر. يعني كل ما ورد لفظ الصمم في القرآن الكريم فمعناه الصمم عن سماع الحق والهدى والقرآن. دفرمي لهج شوي قرآن وشي صممت عن بيني صم بكم عمي دفرمي بمعني أودي أويكوا لآستي حق لآستي قرآن كرن لآستي حق ولآستي قرآني بيروز ولآستي رقاي راستو هداية كرن واتا جوان هيا حاسكيان موجودة آلتي سمعيان هيا بلام ليتي ناقن أو ليتي ناقن ناني أحقا ليتي أبقن إلا موضعا واحدا في سورة الإسراء بمعنى فقدان يعني فقدان آلة السمع يعني لدزدان آلة السمع يعني بمعنى الصمم حقيقي ديت. استاغا كسك جوي قرزبو يعني جوي لدزدا بستني دلين شي اما كرا دفرمي ليك شونيكا بمعنى فقدان آلة سمع دي سمع حقيقي بلام لواني ترشي سمع كان هيا بلام لآستي حق كرن ليتي ناقن ناني وتيبقن دفرمي أوي كواب معني فقدان آلة السمع دي وهو قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. باسي بيبا أورانكا فروردگار فرمي لروجي قيامت كوين دكين وحشر ينكين بچش يوازك على وجوههم بسر دمو چاو چون استاكا لدنيا بسر بيكان من ريكين لروجي قيامت لسر دمو چاو كافران حشرك ليه باين لآسمانا دمو چاوين لعرض ورياكات وكو إهانا عميان چاوين كورا. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وبكما بكم يعيشين
لرباسي بيباورانا كافر كان فرودقار من فرمي ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي